جايز هاي حبايبي الحلوين، اول شي انا بدي امسي عليكم، بدي اشكركم يلي عم بتتابعوني وتحطوا لي جود كومنتس، وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا شي من اكاونتي او عم تنبسطوا عم بتقطعوا هالوقت الصعب اتليست وقت كورونا. ويلي عم بحطوا كومنتس بشعة بدي اقول لهم انه الدنيا حرة، فيكم تتابعوني فيكم ما تتابعوني، روحوا عند غيري اذا ما بتحبوا تتابعوني، ما عم يعجبكم فيديوهاتي ما نكون ملزمين تتابعوني. ونحن عملنا بلوك لكتير ناس عم تحط باد كومنت. انا بفهم كتير انه مكبوتين قاعدين بالبيت وحاسين حالهم هلأ فاشلين او ضعاف، في كبت نفسي، حاسين بدهم يطلعوا كل هالطاقة السلبية منهم. في حرية رأي اليوم، كل واحد بيلبس مثل ما بده، بيتصرف مثل ما بده، بيرقص مثل ما بده، بيقضي فترة العزل بالبيت مثل ما بده. بدنا نحترم كل العالم لأنه ما بدنا نبين ضعفنا. كمان الباد كومنتس عم يبينوا قدي انتو ضعف حاليا، فأنا ما بريد حدا هالقد ضعيف أو في بقلبه حقد أو غيرة أو حسد يتابعني. يعني انتو البسوا مثل ما بدكن وأنا بلبس مثل ما بدي وأنا برقص مثل ما بدي وبعمل بكل شي بدي اياه بحياتي لأني إنسانة حرة، وبتمنى انتو توصلوا لهيدي الحرية تقدروا تاخدوا قراركم وتعملوا انتو اللي بدكن اياه. انا بنت كتير مثلكم متضايقة اني قاعدة بالبيت، وحرة ارقص اوقات، حرة اعمل فيديوز رقص، حرة انبسط بغنية، حرة اعمل يوغا، اعمل سبور. يلي ما عم بيعجبوا الفيديوهات ما يتفرش، مش ضرورة تفضوا كل كبتكن وكل الغيظة والحقد والحسد عندي بالانستغرام. بدي لكم انا بحب يلي عم يدعمني، وثانكس لكم مره ثانيه. انا دائما بقول انه قوى الخير بتربح على قوى الشر، لانه انا ايماني كتير كبير بالله، وما انه في منكم كتير بيدعوا لانه روح على جهنم بالتعليقات بقراهم بضحك، لانه مين قال انه انت عندك واسطه عند الله اكثر مني، او انه انت كيف تأكد انه انت رايح على الجنه وانا رايحه على جهنم؟ يعني الله ما قال اذا انا بلبس مزلط او اذا انا برقص او اذا انا بغني او اذا انا بعمل سبور او يوغا يعني انا رايحه على جهنم. فبلا دعواتكم البلا طعميه اللي عم يشتموا ويسبوا على الفاضي، ويلي عم بحبوني ويكتبوا عني شيء منيح ويدافعوا عني اكثر شيء، انتو الجيش اللي انا بفتخر انه انا مع الوقت اكتسبت ثقتكم وحبيتوني، وانه انتو بتفهموني، لانه صعب شوي انه اللي تلاقوا كل العالم يكونوا بيفهموكم، لانه في ناس اصلا ما بتفهم. وليه اليوم عم بفتح هيدا الموضوع؟ على الحسد والغيرة، في فنانة معينة عم بتحرض كل الصحافة لحتى يحكوا عني مش منيح، والصحافة لأنه بحبوني ما في شي يحكوا مش منيح، رفضوا يعملوا هيدا الشي، صاروا يتلفنوا لي واحد ورا واحد، انتبهي فلانة عم بتلفنا لو عم تحرضنا عليكي لنشتكيكي، خاصة بالنقابة بالرقابة بمصر وبغير بلدان حتى يمنعوني غني. انه تخيلوا يعني قد ايه وحده بيكون قلبها اسود وحسوده وغيوره. فاذا فيديوهاتي حلوين وسكسسفول ما ضروري يوصلنا الفشل والزهق والملل انه نجي نشتكي على فنانه تانية او نخرب لها بيتها او تفكر انها تخرب لي بيتي يعني، او تحرض العالم، لانه هيدا اسلوب بشع. وانا بده يوصلني بعد معلومات وراح افضح كل شيء قريبا. فبليز اذا عم بتحاول تغطي فشلك بتحتيمي او تحتيم غيري من البنات اللي انت بتغاري منهم واللي لسه كتير كبيرة، انا رح احكي كل شيء قريبا. سو كل الحكي وصل لي، كل الحكي وصل لي، كل واحد قلتي له ما تساعد على دومينيك، حرق على دومينيك، ما تطلع لا ما تطلع على التيفي لدومينيك، منع دخول هيدا الولد، وصلني كل شيء. عم يوصلني كل شيء، يعني العالم يلعب تقولي لهم يعملوا معي اساليب الشر عم يجوا بقلبي. بالنهاية هيدا غباء، يعني انه وحدة تفتح اكاونتات وتقعد تكتب منها، ما نحنا كلنا عارفين انت مين، يعني والحسد والغيرة هو حكيتك لإلك وهيدا تفكيرك لإلك. يعني تخيلوا شخص مضارب لإلكن قاعد عم بسبكن كل الوقت، ما اكيد حنعرف انت مين، اكيد كل العالم حيعرف قدام كل السطح، خاصة اذا النجومية راحت شوي من قدامك لحدا تاني اكيد حتحاربيه، بس هيدا الاسلوب الوسخ ما حلو لانه بيرجع على راسك. بليز انتبهوا مرة تانية لما تحرضوا حدا يعمل شي غلط انه يقلب عليكم، لانه كلهم بتحرضيهم تفكريهم بحبوك، بياخدوا منك مصاري، بيجوا بيقولوا لي قالت عنك هيك وعملت هيك وبدها تعمل هيك. فدايما دايما هيدا الشي عم يتكرر، وانا عم بسكت بسكت بسكت، بس هلا خلص يعني كل شي ببين، وانا دايما الله بياخذ لي حقي. بعرف
عم نشوف. مرسي على كل يلي عم يدعمونا بالنهاية. ما في حدا يوقف العالم انه تحبني، ما بصح الا استنى. انا بتشوفوني ما كتير بحب احكي وفسر، انا بحب اشتغل اكتر، يعني اخد حقي من غير ما كتير هدد واحكي واعمل شوشرة وحرد الاعلام على غير سياسة بيعتمدوها معظم الفنانات. وبالنهاية في كارما، الله كتير كبير، الله كبير، يعني بياخد حق الواحد، خاصة إذا واحد ما عم يستعمل أساليب الشر لحتى يدافع عن حاله، يلي هي أسهل شيء إنه ننغر ونوقع باستعمال أساليب الشر مثل ما غير فنانات بيعملوا من أول ما بلشت. بس هيدا كله بالنسبة لإلي الحكي العالم كتب بدعس عليها، بس أدعس عليها بعلى أكتر. والحسد والغيرة تبع هالفنانات يلي أنا عم استفزهم هيدا نجاح لإلي. بالنهاية ما حدا بياخد محل حدا، والله كبير، والعالم اللي بتحبني ما رح تبطل تحبني إذا اجت فنانة طلبت منه ما بقى تحبوها أو حاولت تشوه لي السيتة مثل ما دايما بتعمل. الله كبير، بس بدي أقولك أنه أنت شو بتعملي بيطلع عند الله، بيرجع بينزل على راسك دايما. عم نشوف كيف كل مرة عم بيصير هيدا الشيء، فخلص انتبهي على حالك و spare me out. كل ما في صحافي بينزل لي بيكتب عني شيء حلو بتصل له بتقول له ليه عم تكتب عن دومينيك شيء حلو، ما تكتب عن دومينيك، اكتب عني أنا. وكل مرة بيجي بيقول لي نفس الخبرية، تخيل شو سخيفة. شو هالثقة الزايدة إنه وحدة تستعمل ناس لحتى يأذوا فنانة غيرها؟ يعني كيف بتوثق فيهم؟ ما هن كلهم بيجوا بيقولوا، يعني بيجوا بخبروني هيدا قالت لنا تأذيك، هيدا قالت لي كذا، واذا انت دافعتي لهم بيجوا بجربوا يسمسروا كمان على كادو اكبر، يعني مش بصير يشوفوا مين بيدفع اكتر. انا تعلمت من المسلسلات التاريخيه يلي حضرتها انه ما في حدا يوثق بحدا، خاصه على عمل هيك شر او تحريض لشي عمل شر. يعني كانوا مثلا واحد بده يغزو تروي مثلا، يقوم يقول لا تبعوا له العالم اللي حواليه انه بعد بكره رح نعمل اتاك على تروي، فما فيك توثق فيهم لانه في واحد منهم حيطلع خاين حيروح على تروي يقول لهم جاي هيدا الملك تبعنا يعمل اتاك عليكم، فبكون جاسوس مزدوج. انا اليوم ما بدي اعمل مثلك، وما انا جاي اركز بغيري صراحه، عندي حياتي اهم من حياتك، ليه بدي اركز بحياتك لإلك؟ شو هالجلد يلي عندك تقعدي تركزي شو عم يعملوا غيرك على الساحة لحتى تحاولوا تأذيهم؟ مركزة انت بفني كيف تراجع حالي، كيف تعملي شيء مهم. بالنهاية يلي بده يحبني ويتابعني انتو، انا كتير مبسوطة فيكم عم تتابعوني، يلي ما بده يتابعني ما فيها امنعكم ما تتابعوني، روح عند غير حدا ما بتفرق. واليوم كل العالم صارت بلوجرز، كل العالم صاروا مشاهير، وكل العالم صاروا على السوشيال ميديا، سو ما في حدا عم بلوك لحدا من الشهرة. واكتشفنا هيدا الشيء انه طلع كل البلاد العربية بحبوا اهل السوشيال ميديا لانه بحبوا الشهره وبحبوا الظهور، مع انه في كتير ناس كانت مكبوته وقاعده بالبيت وما بتسترجل انه اهلها ما بيخلوها. هلا انا مبسوطه انه كلكم فجرتوا بنفس الوقت اذا صح التعبير.